كنظن ان النتائج ديال الفريق هي مؤشر، هي اللي كتعطي للرئيس الضوء الاخضر باش يكمل، ولا كتنصب في وجهه علامه قف. هادو جوج حوايج. النتائج ان الجمهور ما تعطيش هيكله جد، هيكله مزيانه ولكن ماشي هي الاهم عند الجمهور. الجمهور كيبغي الفريق ديالو ينتصر، يعني كيقول لك خصو يربح. الفريق ديالو كيبغي انه يطلع البوديوم ديال الالقاب، كيبغي يكون حاضر بشكل قوي في التظاهرات الكبرى. وحنا كنعرفوا بان الوصول لمنصات التتويج كيعطي في نهايه المطاف، كيعطيك السيوله الماليه اللي انت كتحتاج لها. الا فزتي بكاس افريقيا راه غيدخلك فلوس، غيتباعوا لك اللعابه، غتولي عندك اشعاع، غتجي مستشارين، غيولي عندك واحد الترويج لسمعه الفريق. الهيكله مزيانه، ولكن الهيكله يجب ان ترافقها هيكله تقنيه تعيد للرجاء ديك الشهيه للالقاب. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.